مرحبا بكم، معكم ليغان. ما الحديث السائد اليوم؟ في عصر الإنترنت تتنوع مصادر المعلومات، الكثير من القنوات والبرامج، الكثير من الآراء، لكن حان الوقت للتغيير، للتفكير خارج الصندوق ببرنامج توك شو مبتكر. أقدم لكم رؤية صينية مختلفة حول العالم، وأخذكم بها إلى قلب الأحداث بلغة الأرقام والوقاية. وبحديث منطقي يناقش العقل، حديث لي.